أسألك كمان عن لاعبنا المصري العالمي الكبير محمد صلاح، ما رأيك في مسيرة محمد صلاح وما قدمه لكرة القدم العالمية؟ أعتقد محمد صلاح بالنسبة إليه هو أشهر شاعب مصري وأشهر اسم حاليا في العالم، وأنه لاعب لا يمكن لا غبار عليه ولا يستطيع أحد أن يقول إلا أنه لاعب ممتاز، لعب كثيرا للمنتخب المصري والأندية والنادي البريطاني الذي يلعب فيه حاليا، فهو ليس سؤالا محلا لأي إجابة، لأن محمد صلاح فوق مستوى الشبهات وهو لاعب ممتاز وجميع مبارياته تشهد بذلك. توماس بيرسولد مدافع المنتخب الألماني، لقب كأس العالم، صاحب لقب كأس العالم 1990. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. بشكرك شكرا جزيلا.